يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للإنسان أن يتخلص من سيارته ببيعها إذا كثر خرابها مع إعلام المشتري بعيوبها، استدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم إلا في ثلاثة، وذكر منها الدابة، وما هو التفسير الصحيح لهذا الحديث؟ إذا ما أصلحت له السيارة يبيعها ولو ما هو بشؤم، لو إن ما أصلحت له السيارة ما أصلحت له لأنها ما تجي على مطلوبه أو ما تكفي حاجته أو ما، يبيع السيارة، المهم يبيع السيارة ويستريح منها، لصار إن ما هي بصالحة له، سواء جديدة ولا معيبة، ما دامت ما هي بصالحة يبيعها. نعم.